يلا نبدأ مع بعضينا دلوقتي. هندخل على الموقع، الرابط الموجود في الوصف تحت، ويدخل يعني بندخل وبنضغط عليه. بيظهر معانا الرابط ده، بنختار كلمة المدارس الثانوية العامة، بندخل البيانات رقم الكيلوس ورقم السر اللي موجود في استمارة النجاح. ده رقم الجلوس بتاعنا اللي بيبقى موجود في الشهادة اللي بنستلمها من المدرسة. بندخل بنكتب الكود التعريف التأكيد بتاعي اللي موجود في المربع زي ما موجود. بنضغط الصفحة التالية، بيدخلنا لصفحة تانية. خطوات بسيطة جدا لو ركزنا فيها ان شاء الله هتعملها بكل سلاسة وبساطة. بيدخلك الصفحة دي البيانات الأساسية بتاعتك، الطالب، كل البيانات المتعلقة بالطالب انتظر. بنضغط على الخطوة التالية، بعد طبعا ما براجع البيانات بننتظر. بتظهر معانا صفحة رغبات، بكل بساطة بنضغط هنا. ركز معايا، بنختار الكلية اللي انا بختارها، التخصص بتاعي. هنفترض ان احنا نبدأ بكلية هندسة، اخترت كلية هندسة. بختار بعد كده الاختيار اللي تحت، كل كليات الهندسة حسب التوزيع الجغرافي بتاعي اللي انا بختاره. ده حاجة بسيطة جدا، بضغط اضافة. الأسهم اللي في جنب طبعا ممكن أعدل الرغبات، بطلع بالرغبة بنزل الرغبة براحتك، بحذف رغبة زي ما أنا عايز. بختار كمية الرغبات بتاعت الكليات اللي أنا عايزها كاملة، اختيار بسيط. بقف على الكلية وبحددها وبضغط إضافة. خطوات بسيطة جدا والموقع بسيط جدا وشرحه بسيط، والطالب طبعا أتمنى أن يكون يعني يأدي بهدوء ويركز في الاختيار الرغبات. بنمشي على الخطوات دي لغاية ما نختار الرغبات بتاعتنا. بنستكمل بكل بساطة، موقع بسيط. بتظهر معايا رسائل، لو في موقع جغرافي خطأ بيظهر لك موقع جغرافي خطأ، أو عاد اختيار الكلية المناسبة ليك. خلصت، بضغط على الخطوة التالية. بتظهر معانا قائمة الرغبات اللي أنا اخترتها كلها. لو أنا عايز أعدل الرغبات بضغط هنا لتعديل الرغبات، حاجة بسيطة جدا. بنزل تحت بعد ما بخلص براجع الرغبات بتاعتي اللي أنا اخترت الرغبات بتاعتي كلها. في بيانات أنا بضيفها تاني خاصة بالطالب، بتكتبها بكل دقة. وبنعمل الكود، ولو في ايميل بتضيف ايميل، ما فيش بتسيبه. بتختار الرقم التأكيدي برضو من المربع، ممكن تغير الرقم التأكيدي زي ما انت عايز لو مش شايفه كويس. بتكتب الرقم التأكيدي الموجود في المربع وبنضغط. لو عايز اسيف بتظهر معانا صفحة الرغبات بتاعتي. بنختار الحفظ بتاعتنا، ممكن بنحفظها نظام بنطبعها او بنحفظها PDF. وطبعا كده بنقول مبروك للطلاب وكل عام وانتم بخير. تحياتي طارق حسوب، قناة حسوب تكنولوجي، والف الف مبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة. السلام عليكم ورحمة الله.